الرئيس الجديد ينتهج سياسة إقصاء واضحة، والنائبين ديالو ارتأوا أنهم يستدعوا موظفين وموظفات ويخيرهم بشكل واضح ومفضوح بين انتماء ديالهم النقابي وبين استمرار في العمل في مقر الرئاسة الجديد. بل هناك سلسلة من الإقصاءات وسلسلة من التعسفات اللي ما زالت تتمارسها الكاتبة العامة للرئاسة جامعة القاضي عياد تجاه كل من يحتج وكل من يأخذ إضرابات، فهي تحقر من مكانة الموظف وتتكلم دائما بسخرية وتهكم عندما تواجه أو تخاطب هؤلاء الموظفين والموظفات. نحن من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية نعلن للرأي العام استعدادنا لخوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية منذ اليوم في إطار التصدي لهذه السياسة التي تجاوزها المغرب منذ عهود قديمة، ونعلن للرأي العام أننا صامدون إن شاء الله في وجه التعسف والظلم الذي حاق بزملائنا وزميلاتنا في رئاسة جامعة القاضي عياد، وصامدون إن شاء الله إلى أن يعلن هذا الرئيس ولاءه التام لدستور المغرب الجديد، ونعلن إن شاء الله أننا مستمرون في هذا النهج إلى إن شاء الله إلى تحقيق جميع المطالب.